رجاء خاص نستجيب لنداء يسوع من على الصليب اليوم يلي بعده عم بيقلنا خليها تكون هالعذراء حاضرة بحياتكم بمشكلكم بوسط معارككم مع هي بتعلمكم ما تضيعوا يسوع من حياتكم مع كل الأيام الصعبة تترطب بتهون وفعلا منحس بالأمان بحضورها إلى جنبنا لأن عطاها كامل النعمة يسوع أن تهتم بأبنائها وتصل فيهم إلى شاطئ الخلاص. العذراء سلمتنا كذا سلاح نتواجه فيها مع هالأيام الصعبة اللي عم نعيشها. منلاقي اليوم يوم عن يوم لغة الحرب عم تكبر والشيطان عم بكب سمه على الكنيسة على المؤمنين على الكهنة على الرهبان وعم بجرب بالخفاء بدون ما يبين بوجهه يخلق التشرذم والضياع عند المؤمن حتى يحط ايده من جديد عن نفوسنا. ما بدنا نضيع بدنا نتعلم من العذراء كيف منتواجه بالحروب الروحية وكيف مننتصر. مشان هيك كلنا عم نقطع بصعوبات كلنا عم نقطع بليالي سودة كلنا عنا أيام صعبة وما بعرف شو اللي ناطرنا. بدنا نكتر قعدتنا مع هالأم وأكتر وأكتر نفتح قلبنا لإلها نتعلم من خلالها كيف شكل منقدر نعيش الأمانة ليسوع ومنقدر نقوى بالإيمان ونكفي مسيرتنا إلى النهاية. مريم مستعدة فاتحة قلبها وإيديها ليل ونهار إنها تستقبلنا وتسمع لنا بس المهم نحن نكون عنا قلوب منفتحة لإلها نسمع لها ونطلب النصيحة منها. ما نتسرع كتير بالقرارات حتى لما نندم لبعدين لقرارات أخذناها بتهور بدون صلاة بدون استلهام تورطنا أكثر ما نحن متورطين. الجواب عن صعوبات حياتنا منه موجود على الأرض ولأنه موجود بحكمة الناس ونحن للأسف وقت صعوباتنا منروح منسأل شمال ويمين وبيعطونا الجواب الألوأ والجواب الغلط وبزيد الحزن بقلبنا وبزيد ضياعنا وسقطاتنا بتكتر. عطانا الرب قائد أن يقود مسيرتنا والعذراء بتوصينا إن نرجع له. كتير حكي برسائلها بميديغوريا عن الروح القدس أن نستلهمه خاصة بالأمور اللي بتبقى مفصلية بحياتنا. تلميذ يسوع لازم يتحلى بالصبر لازم يتحلى بالصلاة وبالسماع وبعدين بيكون لإله فكرة شو القرار الأنسب اللي لازم ياخده. أوقات كتير بمطارح الشرير بيهددنا بيهدد وجودنا بيهدد دعوتنا منهرب ومنعتبر إنه الهريبة ممكن تكون هي الحل. ما ننسى الروح اللي عطانا يا الرب يجعلك سيد يجعلك مالك القرار والكلمة إلك قد ما يتهدد بالوعيد اللي بوجهك كلمتك رح تربح وقرارك رح يتنفذ. بس هاي بدها إيمان. بدنا ننتبه بلحظات قلتلكن الصعوبة ما تطغى بشريتنا على قرارنا ونتصرف بالحكمة الأرضية. السور هي حياتك يلي طلب منك كان بالأول بهالحياة ساعة البدو الشرير يفوت ويظهر وساعة البدو يقتحمك ويعمل البدو إياه فيك ويدفشك على الخطيئة البدو إياها. ما كان عنده سور وبلحظة بس رضيت إنك تمشي مع الرب طلب منك الرب تبني حصاني لحياتك أن تمنع إبليس أن يدخل ساعة البدو. لما بيشوف إبليس صار في نعمة حميتك ساعتها بيجمع الجنود تيقتحمك ويوقف هالعمل الروحي اللي عم تعمله لأن بطلت حياتك مجال لإله ساعة اللي بده يفوت عليها. كان يحاربك بواحد هلأ جمع لك بالألاف. هلأ صرت تفهم ليش لما بتصلي بتلاقي الحرب قويت مش لأنه الصلاة بتجيب الحرب لأن الشرير صار يتوجس فيك خطر بتضل تحت سيطرته وصرت عم تسرد سلاحك يلي ممكن ترتد فيه عليه وتدمر له مملكته إله يوم مثل كان مدمرك إلك. لمن الرب بيدعيك إلى عمل سيكمل للأخير
ولن يتركك في منتصف الطريق. ما تضيع ولا تستعجل الأمور، وما تقرأ بعقلك، ما تقرأ بحكمتك، ما تفوت مع الله بعملية حسابية، لأن الله حساباته منا من هالأرض. لما بتوصل قدام مشكلة كبيرة ما تقول خلص سكرت وتنسحب وتهرب، واجي واعرف الرب دعيك، ما تنسى انت ابنه، وروحه رح يلهمك بكل لحظة بلحظتها شو لازم تعمل كيف لازم تصرف. هيدي دعوة العذراء لقلنا قدام الصعوبة اللي عم نعيشها اليوم بكنيستنا ببلادنا بشرقنا، قدام لغة الحرب يلي هي كبيرة ونحن منطلع شو طالع من أمرنا. ما تقولوا هيك، تذكروا لما بتشوفوا العداء وصل على البيت ودق فيك وقف بوجهه وقال له هلمه، نحن مستعدون للحرب، إلهنا معنا. ساعتها بتشوف عدوك لما بتجيب اسم الله يولول من قدامك، لأنه بيعرف المعركة مع الله خسراني، جربها قبل على الصليب وأرديه الرب. مشان هيك بيجرب قدر الإمكان يبلبلك، ما يخليك تصلي وقت الصعوبة، ويخليك تهرب وتتشتت، وما يخليك تتذكر إلا بضعفك، ما بيخليك تركز على يسوع. مشان هيك عيناك بعيناه، وما تفل عنه إلا ما يحسم لك الأمور مثل ما أنت بتريد.